السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سد بخدا في ولاية تيارت الذي يتجه إلى الجفاف شبه كلي، والسد أصبح عاجز عن تزويد مدينة تيارت وبلديات أخرى بالمياه الصالحة للشرب. سد بخدا الذي تم بناؤه في الفترة الاستعمارية واستغلاله كان سنة 1936 طبعا من الاستعمار الفرنسي في الجزائر. سد بخدا تخزينه يصل إلى حوالي 74 مليون متر مكعب، لكن السد حاليا بسبب الجفاف أصبح شبه عاجز عن تزويد بلدية تيارت وبلديات أخرى بالمياه الصالحة للشرب. لهذا سيكون هناك مخطط استعجالي في ولاية تيارت لتزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب، والسد يتجه تقريبا إلى الجفاف الكلي، فنتمنى أن يتم على الأقل استغلال جفاف السد لنزع جزء من الأوحال حتى يكون له امتلاء أكثر وأحسن عند تساقط الأمطار في المستقبل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.